نفسك تشتري موبايل ومش معاك فلوس، عاوز شاشة أو لابتوب بس العين بصيرة والإيد قصيرة، محتارة توفري انطي من التلاجة أو عاوزة تجيبي بوتاجاز جديد. لو انت واحد من دول هنقولك ازاي تشتري اللي نفسك فيه وتدفع براحتك وكمان من غير فوائد. بانكير نبض البنوك. في اقبال كبير من مواطنين الفترة دي على بطاقات الائتمان او الكريدت كارد، واللي بتساهم في ان عملاء كتير جدا يشتروا منتجات وسلع باسعار في المتناول وكمان بالتقسيط. وفي الفيديو ده هنقول لكم ايه ابرز البنوك اللي بتقدم بطاقات ائتمان واللي بيكون عليها تقسيط. بطاقات الائتمان دي مريحة جدا، لان من خلالها تقدر تشتري اي منتج او سلعة، واللي بيوفر عليك مجهود وتعب. وكمان التجار اللي بتكون متعاقدة مع البنوك بيقدموا خصومات وفترات سداد مريحة جدا على السلع المعمرة. واول بنك بيقدم مميزات هايلة على بطاقات الائتمان هو البنك التجاري الدولي، واللي بيسمح بالتقسيط على المنتجات لمدة سنة كاملة وكمان من غير ولا مليم فوائد. لكن في حالة ان العميل عدى 55 يوم ومسددش الاقساط، فنسبة الفايدة اللي هتقع عليه هتكون في حدود 3%، والكارت بيتم اصداره بضمان شهادة استثمار او فيزا المرتب، وبيصل الحد الائتماني فيها ل 95% من اجمالي قيمة الشهادة. وبحد أدنى 3000 جنيه دخل شهري تقدر تكون عندك بطاقة ائتمان من البنك الأهلي المصري، واللي بيسمح بالتقسيط بدون فوائد لمدة بتوصل لسنة، ونسبة الفايدة فيها في حالة تأخرت عن السداد بيكون 2.25% على إجمالي مبلغ المشتريات. وفي بنك مصر تقدر تشتري منتجات من التجار المتعاقد معاها البنك وبتقسيط مريح ومن غير اي فوائد. وفي حال تخلف العميل على السداد، فنسبة الفايدة اللي تطبق عليه هتكون من 2% وحتى 2.3%. بنك الامارات دبي الوطني هو كمان بيقدم واحد من اهم بطاقات الخصم المباشر، واللي من خلالها تقدر تشتري كل اللي نفسك فيه وتدفع براحتك. ومميزات البطاقة التمتع بفترة السماح بدون فوائد تصل ل 57 يوم على مشترياتك، والاستفادة بخصومات مصممة خصيصا وعروض في اكتر من 100 تاجر في جميع انحاء مصر المسجلين في بوكيه التوفير، بالاضافة لبوكيه التوفير الدولي في الامارات العربية المتحدة. وتقدر تستبدل النقاط في معاملات الشراء من اي مكان وفي اي وقت عن طريق برنامج بوينت بلس. ودي كانت ابرز انظمة التقسيط على فيزا المشتريات في عالم البنوك المصرية. استنونا في خدمات بنكية جديدة، وكل سنة وحضراتكم طيبين. كان معاكم مصطفى ابراهيم من بنكير. بنكير نبض البنوك.